اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده، بس هرصدهم لكم بقى رقميا. وليد ازارو مرشح ان يكون الافضل في تاريخ مهاجمين الدوري المصري الاجانب من سنه 48. هو كده متساوي في الاهداف مع جون اوتاكا لاعب النادي الاسماعيلي، سجل 17 هدف، وامادو فلافيو واللي سجل نفس عدد من الاهداف ولكنه مش في اول موسم لعب فيه. ميزه ازارو انه متفوق على الثنائي ده، انه تمكن من الوصول للهدف ال 17 في اول موسم ليه مع النادي الاهلي، وطبعا بامكانه انه يزود الغله التهديفيه في الفتره اللي جايه اذا استمر على هذا المنوال. طبعا في ظروف كتير جدا مختلفه كان قابلها وليد ازارو، كان ما كانش موفق خالص حقيقه، الفينش الاخير ما كانش احسن حاجه، كان عنده مشاكل كتير جدا في ال 18. الانسجام، الفرقة الكبيرة، التعاون، ها حط تحت كلمة التعاون دي مليون خط، اللعيبة والفرقة المحترمة اللي بتعاون بعضها واللي عايزة تكسب بتفرق كتير قوي عن اللي بيغلوا على بعض واللي ما بيحبوش يلعبوا لبعض وما يحبوش يعدوا حد. فرقة النادي الأهلي طول عمرها فرقة متعاونة مع بعضيها، يخش عليهم عنصر جديد، يخش عليهم عنصر يعني أجنبي، بيدوله كل المساندة وكل الدعم علشان يوصل للمستوى اللي حضراتكم شايفينه ده. وليد أزارو كمان أعتقد أنه مرشح يكون موجود في منتخب المغرب في الفترة اللي جاية، وإذا راح لأنه طبعا هو لعب ماتش ودي دولي مع المغرب قبل ما يجي أصلا النادي الأهلي، فهو مرشح بقى بعد ما بقى هداف الدوري المصري أنه يبقى موجود أكيد مع المنتخب المغربي في الفترة اللي جاية. إذا ده حصل شوفوا النادي الاهلي الوضعيه بتاعته هتبقى عامله ازاي، وشوف النادي الاهلي كان اشترى بكام هيبقى بكام، وهتبقى هنا وجهه نظره هي الصحيحه وهنا هتبقى وجهه نظره هي السليمه بنسبه 100%. وانا واحد من الناس اللي كنت انتقدت ازارو حقيقه بشد على مستوى ادائه وعلى مستوى الفينش الاخير، تطوره في المستوى بالشكل اللافت للنظر ده يجبر اي حد انه يضرب له تعظيم سلام وانه يتراجع حتى كمان عن نقده، لانه فعلا الموضوع ما هوش عند ولا مكابرة، هو مهاجم مميز وحصل له تطور كبير جدا جدا في المستوى.